بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وإبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وإبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة الثانية من مقرر إدارة الجودة الشاملة الفصل الصيفي من العام الدراسي 1439-1440. وإذا نبدأ على بركة الله تقديم الأفكار بخصوص المحاضرات المرئية. ومثلما يعني أخبرتكم أمس، سنحاول في كل محاضرة أن نتحدث عن أهم الأفكار بخصوص المحاضرات المرئية المصورة، ثم نقدم يعني مجموعة من الأسئلة. هناك في كل محاضرة مرئية نقدم سؤال على شكل كويز اختبار سريع يظهر على الشاشة مثل ما يظهر أمامكم. هذا الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم واحد. ثم هناك أربع أسئلة يتم الإجابة عنها عن طريق المحادثة. فأمامكم يظهر الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة الحية، المحاضرة المرئية مصورة رقم واحد، ونفس السؤال بالطبع. يعني الاختبار السريع يظهر لمن يستعمل الجهاز الحاسب الآلي، يعني من يستعمل الجوال لا يظهر له الاختبار السريع. فنفس السؤال: الجودة هم ألف المؤسسة فقط، باء الدولة فقط، جيم المؤسسة والدولة، دل شيء مما ذكر. يعني في كل نحن نحاول في كل محاضرة حية يعني أن نقدم أهم الأفكار المتعلقة بمحاضرة أو اثنين أو أقصى تقدير ثلاثة محاضرات مرئية. وبعد تقديم أهم الأفكار نقدم يعني خمس أسئلة. بالطبع هي أسئلة ليست شاملة المنهج، ولكن يتدرب عليها الطلاب على طريقة الأسئلة. وسؤال في شكل يعني اختبار سريع، وأربع أسئلة الإجابة عن طريق المحادثة. فبالطبع يعني أريد أن أوضح يعني أن المحاضرات الحية لا نعيد فيها المحاضرات المرئية. يعني مفترض الطلبة يعني تدخل المحاضرات المرئية المصورة، و يعني بعد ذلك إذا كان هناك أشياء صعبة نحاول أن نفسرها في المحاضرة
الحية. إذا المحاضرة الحية لا نعيد محاضرة كبيرة، وإنما يعني نناقش ونوضح الأشياء ربما التي فيها إشكالية. ففي المحاضرة المرئية المصورة رقم واحد، يعني قدمنا يعني بعض المصطلحات بخصوص الجودة، ووضحنا أن يعني موضوع الجودة كان في العصر الحجري يعني كان يعني موضوع مهم. ففي الإنسان البدائي كان يدافع عن نفسه بالحجر، فإذا كان هذا الحجر يعني مصقول بطريقة جيدة فالإنسان هو الذي يعني يستطيع أن يقتل الحيوان، فإذا كان الحجر ليس جيد فالحيوان هو الذي يقتل الإنسان. فإذا يعني إذا كان الجودة في العصور القديمة كانت قضية حياة أو موت، ففي وقتنا الحاضر مع التحديات التي تواجه الشركات والمنظمات على المستوى العالمي، فالجودة يعني لها أهمية كبرى، وخاصة وضحنا مثلا في البلدان والدول التي مثلا تورد منتجات، فلا بد أن تكون هناك يعني أجهزة التي حكومية التي تراقب جودة تلك الواردات. ف يعني مسؤولية الجودة ليس فقط على الدولة ولكن أيضا على الشركات والمؤسسات. ثم بعد ذلك قدمنا بعض المصطلحات الأساسية في إدارة الجودة الشاملة، ومن بين المصطلحات هذه الأساسية فيما هو يعني ما يسمى مصطلح السيرورة الذي هو بالإنجليزي يعني process. فطبعا هناك موضوع كامل في المنتدى وضح هذا يعني الموضوع، وقلنا أنها تتكون السيرورة من عمليات ونشاطات يعني ومهمات وحركات. وهذا المصطلح يستعمل في إدارة الجودة في الإدارة الحديثة للمنظمات يعني بالاعتماد على ما يسمى خرائط السيرورة، يعني هو ما كنا نسميه وظائف مثل وظيفة الإنتاج والتسويق، أصبحنا يعني ليس فقط نسميه سيرورة، سيرورة الإنتاج، وإنما المنطق تغير، أصبحنا في منطق السيرورة، يعني نتحدث على يعني المدخلات والمخرجات وتحويل المدخلات إلى مخرجات عن طريق يعني مجموعة من المراحل والأدوات لتحويل المدخلات إلى مخرجات، بينما في منطق الوظائف التقليدي لم نكن نتحدث عن ذلك. فأيضا هذه السيرورة هي مجموعة من المراحل وتتصل آخر مرحلة بالمرحلة الأولى عن طريق ما يسمى التغذية الرجعية أو العاكسة، مما يمكن معالجة وتحويل المدخلات إلى مخرجات. مثلا سيرورة إدارة الجودة الشاملة، سيرورة التسويق، إدارة الموارد البشرية. فبالمنطق الإدارة التقليدية كنا نسمي هذه السيرورات وظائف، ولكن الآن وكنا يعني نأخذ قرارات وندير على أساس هذه الوظائف وعلى أساس ما يسمى الهيكل التنظيمي. فيعني هناك فرق بين خريطة السيرورات والهيكل التنظيمي. فخريطة السيرورات هي صورة للسيرورات المختلفة في المنظمة، بينما الهيكل التنظيمي هو صورة للوظائف. فالسلبيات الموجودة في الهيكل التنظيمي هي التي دفعت إلى المرور إلى منطقة السيرورات. ففي منطقة الإدارة التقليدية القرارات تعتمد على الهيكل التنظيمي، فنلاحظ مثلا أن كل وظيفة تهتم بما يحدث داخلها ولا تهتم بما يحدث خارجها، هذا في المنطقة التقليدية، مما أثر أحدث مشاكل بين الوظائف المشتريات والإنتاج والتسويق والموارد البشرية وغيرها. فأتى هذا منطق السيرورات ليعطي حلول لمشاكل التنسيق، فنجد مثلا مخرجات سيرورة المشتريات هي مدخلات سيرورة الإنتاج، ومخرجات سيرورة الإنتاج هي مدخلات سيرورة التسويق، وفي كل سيرورة يقع تحديد أهداف متعلقة بالعمليات والنشاطات والمهمات والحركات وكذلك المدخلات والمخرجات.
أعطينا مثال مثلا سريع التسويق يمكن أن نفصلها إلى عمليات، مثلا عملية التسعير، عملية المنتج، عملية التوزيع، عملية الترويج. ممكن عملية الترويج نفصلها إلى نشاطات، مثلا الترويج في الصحف، الترويج في التلفزيون، الترويج على الإنترنت إلى آخره. ثم النشاط مثل الترويج يمكن أن يعني نفصله إلى مهام، مثلا مهمة الاشتراك في شبكة الإنترنت، مهمة تصميم موقع إلكتروني. والمهمة نفسها يمكن نفصلها مثلا مهمة تصميم مواقع إلكتروني، يمكن تحديد حركات مثل الاتصال بمصمم المواقع، إرسال احتياجات من الترويج إلى مصمم الموقع إلى آخره. وأعطينا أمثلة لخرع السيرورات والهيكل التنظيمي. أيضا يعني في هذه المحاضرة يعني إضافة إلى التعريف بخريطة السيرورات والعمليات والأنشطة والمهمات والحركات، أيضا قدمنا يعني تعريف للوظائف، وأيضا للمنظومة أو منظومات أو ما يسمى بالأسيستنت. وكان هذا آخر ما يعني قدمناه في المحاضرة المرئية رقم 1. فإذا الإجابة على الكوز إذن قلنا أن الجودة تهم إذا ألف المؤسسة فقط، الدولة فقط، المؤسسة والدولة لا شيء مما ذكر. والإجابة فعلا هي جيم المؤسسة والدولة. نعم الإجابة هي جيم. طيب إذا سنقدم 4 أسئلة إضافية، لكن لا تظهر عن طريق الكويز الإجابة عن طريق المحادثة. فإذا السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 1، الأولوية المحافظة على المواطنين، تجهيز البلاد بمخابر لمراقبة الجودة، ألف على الصادرات، والأفضل أن تشغل وتدار بكفاءات وطنية نظرا لحساسية الموضوع وارتباطه بالأمن الداخلي، دا على الصادرات والواردات، والأفضل أن تشغل وتدار بكفاءات وطنية نظرا لحساسية الموضوع وارتباطه بالأمن الداخلي، جيم على الواردات، والأفضل أن تشغل وتدار بكفاءات وطنية نظرا لحساسية الموضوع وارتباطه بالأمن الداخلي، دال شيئا ما ذكر. بالطبع يعني الأسئلة التي تطرح في هذه المحاضرات هي موجودة في المنتدى، هناك موضوع بالنسبة، أرجو الانتباه بالنسبة للأسئلة هذه والإجابات موجودة على المنتدى، يعني وضعت يعني هناك زملائكم في الفصول السابقة يعني جمعوا هذه الأسئلة مع الإجابات، فهي موجودة على المنتدى. ولكن لكي تحصل الفائدة حاولوا أنكم يعني خلال المحاضرات الحية أن تجدوا الإجابات بدون أن تنظروا إلى الإجابات اللي هي موجودة في المنتدى، لكي يعني تحصل فائدة. يعني حاول الطالب أنه يتابع المحاضرة، فإذن يعني حتى أنا نعيد يعني مرات الأسئلة، فهي موجودة يعني في المنتدى، هناك موضوع ثابت يعني يمكن يعني تبعتها ومحاولة المتابعة بطريقة أننا يعني لا نتأخر يعني في عرض هذه الأسئلة. فإذا من أولويات المحافظة على المواطنين، تجهيز البلاد بمخابر لمراقبة الجودة،
ألف على الصادرات، فالأفضل أن تدار الأفضل أن تشغل وتدار بكفاءات وطنية نظرا لحساسية الموضوع وارتباطه بالأمن الداخلي. باء على الصادرات والواردات، والأفضل أن تشغل وتدار بكفاءات وطنية نظرا لحساسية الموضوع وارتباطه بالأمن الداخلي. جيم على الواردات، والأفضل أن تشغل وتدار بكفاءات وطنية نظرا لحساسية الموضوع وارتباطه بالأمن الداخلي. دال شيء مما ذكر. والإجابة الصحيحة فعلا هي باء. من أولويات المحافظة على المواطنين تجهيز البلاد بمخابر لمراقبة الجودة، إذا الإجابة باء. على الصادرات والواردات، والأفضل أن تشغل وتدار بكفاءات وطنية نظرا لحساسية الموضوع وارتباطه بالأمن الداخلي. السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 1، تتكون السيرورة في منهج إدارة الجودة الشاملة من ألف نشاطات ومهمات وحركات، باء مهمات وحركات، جيم عمليات ونشاطات ومهمات وحركات تمكن من تحويل المدخلات إلى مخرجات، دال شيء مما ذكر. وفعل الإجابة الصحيحة هي جيم. فستتكون السيرورة في منهج إدارة الجودة الشاملة من الإجابة جيم عمليات ونشاطات ومهمات وحركات، إذا تمكن من تحويل المدخلات إلى مخرجات. السؤال الرابع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 1، يستعمل مصطلح السيرورة في إدارة الجودة الشاملة للمنظمات في ألف الهيكل التنظيمي، باء خرائط السيرورات، جيم الخرائط الدهنية، دال جميع ما ذكر. والإجابة الصحيحة هي باء. فيستعمل مصطلح السيرورة في إدارة الجودة الشاملة للمنظمات في الإجابة باء خرائط السيرورة. السؤال الخامس بصفة عامة في كل محاضرة، الإجابة بصح أم خطأ. فالسؤال الخامس المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 1، والإجابة بصح أم خطأ. المنظومة هي مجموعة من العناصر المتفاعلة مع بعضها وتكون مغلقة إذا تفاعلت مع عناصر خارجها، وتكون مفتوحة إذا عدم التفاعل مع العناصر الخارجية. هل هذا صحيح أم خطأ؟ المنظومة هي مجموعة من العناصر المتفاعلة مع بعضها وتكون مغلقة إذا تفاعلت مع عناصر خارجها، وتكون مفتوحة إذا عدم التفاعل مع العناصر الخارجية. طبعا هذا خطأ، فالمنظومة هي مجموعة من العناصر المتفاعلة مع بعضها وتكون مفتوحة إذا تفاعلت مع عناصر خارجها، وتكون مغلقة إذا عدم التفاعل مع العناصر الخارجية. إذا نمر إلى المحاضرة المرئية المصورة رقم 2، وأمامكم الكوز الاختبار السريع متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 2. نفس السؤال يقول: الأهداف الذهنية للتعلم الجيد تعتمد على تحقيق الجودة في الإدراك الحسي، الاستبطان والتفكير، جيم التصورات لإيجاد الحلول، دال جميع ما ذكر. وإذن في هذه المحاضرة المرئية رقم 2 وضحنا من ثم الاستراتيجية الذهنية للتعلم. حاولنا أن نظهر كيف يعني جودة تعلم الجودة، يعني بصفة عامة الجودة في التعليم. وما أن مقررنا إدارة الجودة الشاملة، فنحاول نطبق جودة التعليم
في مقرر إدارة الجودة الشاملة، والفكرة هو كيف يعني تكون هناك جودة تعلم أو جودة للتعليم لكي نتعلم الجودة وإدارة الجودة الشاملة. فوضحنا أن يعني هناك يعني في الذهن يعني عمليات، فيمكن أن نحدد استراتيجية ذهنية تمكننا من التعلم بطريقة جيدة. فبالطبع نعرف أن الاستراتيجية هي الطريق الذي يمكن من تحقيق أهداف عن طريق استعمال وسائل، فحاولنا أن نطبق ذلك. فقلنا لكي تعلم الذهن يكون جيد، الأهداف تكون عن طريق يعني ما يحدث في الذهن. ماذا يحدث في الذهن؟ هناك ما يسمى الإدراك الحسي، يعني نستعمل حواسنا، حاسية البصر واللمس والشم ويعني هذه التذوق إلى آخره. فعن طريق استعمال الحواس، إذا كان الحواس جيدة فالبيانات التي نستقبلها عن طريق الحواس تكون جيدة. ثم هناك عملية السلطان والتفكير، وهي يعني عملية تحويل هذه البيانات إلى معلومات لديها معنى، وبعد ذلك المرحلة الثالثة هي التصورات وإيجاد الحلول. فعملية الإدراك الحسي والاستبطان والتفكير هي التي تمكن في عملية التعلم من الاستيعاب، ثم بعد ذلك التصور وإيجاد الحلول تمكن من التأقلم. فبالتالي الاستيعاب والتأقلم يمكنان من التوازن. يعني مثلا يعني في اختبار الطالب يسأل سؤال، فحاول يقرأ إدراك حسي سؤال، حاول أن يفهم. فإذا كان يعني استطاع أن يجيب فهذا تأقلم، فبالتالي هذا توازن. لكن مثلا يمكن أنه يقرأ السؤال ولا يستطيع أن يجيب، فإذا لا يستوعب السؤال، فبالتالي هو ليس هناك تأقلم، فهذا عدم توازن. لكي يعيد التوازن ربما يعيد الإدراك الحسي والسلطان، يعيد قراءة السؤال من جديد، وربما إعادة التفكير في هذا السؤال، استعمال أكثر منطق، منطق حسابيات، منطق اجتماعي اقتصادي إلى آخره. وهذا يمكن تطبيقه في الشركات. مثلا لما تكون هناك مشكلة في الشركة، نحاول نستعمل حواس لمعرفة تلك المشكلة، نحاول نفكر في حل لتلك المشكلة. إذا وجدنا حل هناك تأقلم، إذا لم نجد حل فهناك عدم تأقلم، عدم توازن، ونحاول أن نحسن الإدراك، نحسن منطق تحويل يعني هذه البيانات إلى معلومات ثم إلى حلول، ويكون ذلك في شكل قرارات وأفعال وإيجاد حلول للمشكلات. ومن الوسائل التي تساعد في تحسين جودة يعني العملية الذهنية الكتابة. لما هناك محاضرة إنسان يكتب، هذا يساعد على الفهم. أيضا المصطلحات، تعريف المصطلحات الأساسية، هذا أيضا يساعد على الفهم. فإذا وضحنا الاستراتيجية الذهنية للتعلم، و يعني من الأشياء اللي أكدنا عليها أنه يعني في نهاية هذه المرحلة نستطيع الحصول على المعرفة العملية، المهارات التقنية، المهارات الشخصية، المهارات الاجتماعية، القدرة على الفعل والعمل، الرغبة في الفعل والعمل. وهذا يساعدنا لي يعني فهم ما هو مطلوب تنفيذه وتقييمه للوصول إلى ما يسمى النجاح. النجاح هي أن تكون هناك فاعلية وكفاءة وملامة. فاعلية التي تحقق الأهداف، الكفاءة مؤشر لقياس مدى تحقيق الأهداف بأقل ما يمكن من الوسائل، والملامة هي أن تكون وسائل مستعملة يعني متلائمة مع الأهداف. ولتحقيق ذلك قلنا أنه لابد يعني أن تكون هناك عملية تنشيط، يعني المعلم من يعني يقدم المعلومات. يعني في الطريقة التقليدية يكون يعني تلقيني. الآن بمنطق الجودة لابد أن يكون يعني تحاوري، خاصة الآن يعني مع الوسائل التواصل الإنترنت، أصبح الطالب أو المتعلم يدخل الإنترنت يستطيع تحصل على معلومات
أكثر من المعلم نفسه، فلذلك أصبح من يعلم دوره أكثر تنشيطي، يأتي بمعلومات، الطالب يأتي بمعلومات، وعن طريق خطاب جيد يعني تنجح عملية الفهم وعملية التعلم وتكون جيدة بصفة عامة في تعلم يعني كل علوم، وبالنسبة لنا في تعلم الجودة وفهم مقرر إدارة الجودة الشاملة. إذا نرجع إلى الكوز الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية الثانية، قلنا الأهداف الثانية للتعلم الجيد تعتمد على تحقيق الجودة في ألف الإدراك الحسي، باء الاستبطان والتفكير، جيم التصور وإيجاد الحلول، دال جميع ما ذكر، والإجابة هي فعلا دال جميع ما ذكر. فالأهداف الذهنية للتعلم الجيد إذا تعتمد على تحقيق الجودة إذا في جميع ما ذكر، يعني الإدراك الحسي، الاستبطان والتفكير، والتصورات وإيجاد الحلول. إذا السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 2، جودة التعلم، الجودة تعتمد على ألف الاستراتيجية الذهنية للاستيعاب، باء الاستراتيجية الذهنية للتأقلم، جيم الاستراتيجية الذهنية للتعلم، دال شيء مما ذكر. والإجابة الصحيحة فعلا هي جيم. فجودة التعلم، الجودة تعتمد على، إذن الإجابة هي جيم الاستراتيجية الذهنية للتعلم. السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 3، المحاضرة المرئية رقم 2، السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 2، إذا الاستراتيجية الذهنية الجيدة للتعلم هي ألف الطريق الوحيد للوصول إلى الأهداف الذهنية للتعلم الجيد باستعمال الوسائل الملائمة، باء الطريق الأمثل والجيد للوصول إلى الأهداف الذهنية للتعلم الجيد باستعمال الوسائل الملائمة، جيم الطريق الأمثل والجيد للوصول إلى الأهداف الذهنية للتعلم الجيد باستعمال الوسائل الغير ملائمة، دال جميع ما ذكر. وفعلا الإجابة الصحيحة هي باء. الاستراتيجية الذهنية الجيدة للتعلم هي إذن إجابة باء، الطريق الأمثل والجيد للوصول إلى الأهداف الذهنية للتعلم الجيد باستعمال الوسائل الملائمة. السؤال الرابع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 2، جودة الإدراك الحسي تعتمد على، جودة الإدراك الحسي تعتمد على، إذن ألف تحسين جودة التفكير والتحليل المنطقي لتحويل المعطيات والبيانات إلى معلومات التي تحول إلى معرفة بعد فهمها، باء تحسين استعمال المعرفة الذهنية المتكونة في الذهن عن طريق الإدراك الحسي والاستبطان للمتعلم لكي يتميز في تعلمه، جيم تحسين جودة استعمال الحواس البشرية لاستقبال المعطيات والبيانات، دال جميع ما ذكر. وفعلا الإجابة الصحيحة هي جيم. فجودة الإدراك الحسي تعتمد على، إذن الإجابة جيم، تحسين جودة استعمال الحواس البشرية لاستقبال المعطيات والبيانات. السؤال الخامس والإجابة صح أم خطأ، التنشيط ليست له أهمية في تحقيق جودة سيرورة التعلم، هل هذا صحيح أم خطأ؟ التنشيط ليست له أهمية في تحقيق جودة سيرورة التعلم، هذا خطأ، لأن وضحنا كيف أن التنشيط له أهمية في تحقيق جودة سيرورة التعلم. نعم، إذن نمر إلى
المحاضرة المرئية مصورة رقم 3. فإذن أمامكم الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 3. فإذن نص السؤال: خصائص المنتج الأساسية مثل وضوح الألوان بالنسبة للصورة أو السرعة بالنسبة للماكينة تعتبر من أبعاد الجودة المتعلقة ب، إذا ألف المظهر، باء الأداء، جيم المطابقة، دال جميع ما ذكر. إذا يعني في هذا يعني المستوى يعني دخلنا في هذا المستوى إلى تعريفات الجودة. طبعا أمس وضحت لكم يعني الفرق بين الجودة وإدارة الجودة. اليوم يعني سنقدم مجموعة من التعريفات الجودة، وإن شاء الله غدا أيضا سنقدم مجموعة من التعريفات لإدارة الجودة الشاملة. فطبعا دائما يعني الطلبة يسألون هل التعريفات هذه مطلوبة أم لا إلى آخره. بالطبع هذه التعريفات مطلوبة، لأنه يعني يمكن مثلا أعطيك تعريف وأقول لك مثلا هل هو لجوران وجرينا أو لكريسبي أو للمنظمة آيزو أو فيجن بوم إلى آخره، أو أعطيك مثلا عرف جوران وجرينا أو كريسبي الجودة ب، وأعطيك تعريف أول ثاني وثالث وتختار. ولكن يعني أسهل لكم عملية استيعاب هذا الموضوع لكي تكون إجابة سهلة. يعني نحاول أننا يعني نربط كلمة تجد في كل تعريف كلمة، أي نجد في كل تعريف كلمة لا تتكرر في التعريفات الأخرى، فنربط اسم العالم بالكلمة هذه. يعني مثلا تقرأ تعريف تجد تلك الكلمة مباشرة تعرف أنها لفلان، للعالم الفلاني. فإذا يعني كل تعريف تجد عند يعني داخله كلمة لا تجدها في التعريفات الأخرى. إذا نبدأ مثلا بتعريف جوران وجرينا الجودة. يعني عرف جوران وجرينا الجودة بأن ماذا؟ مدى ملائمة المنتج للاستعمال. المعيار الأساسي للحكم على جودة المنتج هو هل المنتج ملائم للاستعمال أم غير ملائم، بغض النظر عن وضع وحالة المنتج. يعني هنا مثلا الكلمة المفتاح إذا وجدتها ولا تتكرر في التعريف الأخرى هي الاستعمال. إذا وجدت كلمة استعمال يعني معروف لجوران وجرينا، يعني أنت تشتري منتج إذا تقدر تستعمله فهناك جودة، ما تقدر تستعمل لا تقدر أن تستعمل ذلك المنتج فليس هناك جودة. أنا دائما في المحاضرات أخذ مثال القلم، قلم سبورة مثلا، تشتري قلم للكتابة تستعمله إذا يكتب هناك جودة، إذا استعملته لا يكتب غير صالح الاستعمال ليس هناك جودة. واضح التعريف الأول لجوران وجرينا؟ واضح؟ هل واضح التعريف الأول؟ واضح. إذن التعريف الثاني لكروسبي يعرف الجودة على أنها مدى المطابقة مع المتطلبات، وكلما كانت مواصفات المنتج مطابقة لمتطلبات العميل كلما كان هذا المنتج ذا نوعية جيدة. يعني هنا المنتج هل هو يعني مطابق لمتطلبات العميل، يعني في المطابقة هناك نوعين مطابقة، يا أما يعني العميل الذي يشتري المنتج هو يطلب شيء فيجده فهناك مطابقة، هناك نوع ثاني مطابقة يعني أنت تشتري منتج في مكوناته، فهذا على الغلاف تجد المنتج متكون من 1 2 3 4 مثلا 5 مكونات
مفترض لما تفتح ذلك المنتج تجد 5 مكونات لا أكثر ولا أقل. يعني لو هم 5 مكونات في المنتج تجد 4 هذا غش نقص. أيضا لو تجد 6 في شيء إضافي ما تحتاجه ربما يعني يزعج. على كل الكلمة مفتاح هنا المطابقة لا تجد في التعريفات الأخرى. إذا وجدت كلمة مطابقة فيعني هذا تعريف لكروسبي. يعني نرجع مثلا إلى الموضوع على القلم. يعني مثلا أنا أشتري قلم سبورة الذي هو مثلا أزرق. يعني أشوف هكذا لونه خارجي أزرق. إذا كتبت في السبورة وجدت أن اللون أزرق هناك مطابقة هناك جودة. لكن مثلا إذا كان أنا كتبت لكن أفاجئ أنه يعني يكتب باللون مثلا الأسود مثلا أو مثلا باللون الأحمر كيف ذلك؟ أنا اشتريت من بالخارج أزرق يعني لكن من الداخل في خطأ يكتب بالأزرق. فأذهب مثلا للبائع أقول له كيف أنا اشتريت مثلا هو من الخارج يعني أزرق ولكن من الداخل يعني يكتب بلون مثلا أحمر. يعني فرضا لو قل لك يعني مثلا أي فرضا يقول لك هذا أحسن لون أحمر في العالم لكن أخي أنا لا أريد أزرق. يعني حتى لو أزرق يعني ليس من نوعية راقية في العالم لكن الأزرق هو المطابق لما أريده. واضح المطابقة؟ واضح المطابقة؟ نعم. ثم التعريف الثالث هو تعريف المواصفة الدولية الآيزو. وطبعا الآيزو هي منظمة عالمية International Standard Organization منظمة عالمية. هذه المنظمة بالطبع يعني تصدر مع مواصفات وأنظمة للجودة. فهناك أنظمة سنرى معنا نظام الآيزو مثلا في فصل الأنظمة. فالشركات أيضا التي تطبق هذه الأنظمة تستطيع أنها مثلا تأخذ شهادات من يعني منظمات معتمدة من الآيزو. فالآيزو هي منظمة دولية. أيضا الآيزو هي أنظمة تتبع المنظمة الدولية. أيضا الآيزو هي شهادات تعطى للشركات التي تطبق تلك المواصفات. فإذا طبعا سمعت إلى هذا الموضوع في وقته لكن المنظمة العالمية للمواصفات الدولية هذه أيضا عرفت الجودة. أقول لك يعني جودة بأنها درجة تلبية مجموعة الخصائص الموروثة في المنتج لمتطلبة العميل. بالطبع هي موروثة لأنه في التعريف بالإنجليزي يقول inherent. inherent لما تقوم بترجمة كلمة inherent عن طريق حتى الترانسليتر يعطيك صحيح موروثة أو متعلقة أو مرتبطة. وهنا الكاتب اختار كلمة موروثة لكن احنا كلمة موروثة ترتبط بالإرث وقد يعني تعمل تشويش في التعريف. لكن لو مثلا يعني أخذ اللي هي متعلقة أو مرتبطة فمعنى يصبح تعريف الجودة بأن درجة تلبية مجموعة الخصائص المتعلقة بالمنتج أو الموجودة في المنتج لمتطلبة العميل. الموضوع الخصائص الموروثة أو المرتبطة بالمنتج هذا موجود فقط في تعريف الآيزو. يعني أنه أخذ هذه الخصائص الموجودة في المنتج لابد أن تكون تلبي متطلبات العميل. هذا بالنسبة لتعريف الآيزو. بالنسبة لتعريف فيجن بوم هذا يعني يتحدث عن نشاطات. فيجن بوم يتحدث عن نشاطات هذا غير موجود في التعريفات السابقة. التعريفات السابقة لم يتحدثوا عن نشاطات. فيجن بوم ماذا يقول لك؟ يقول لك هناك نشاطات مثل التسويق والهندسة والصناعة والصيانة هذه التي يمكن أن يعني تعطي جودة تلبي رغبة العميل. يعني لا يمكن يكون منتج جيد والصيانة غير جيدة. لا يمكن أن التسويق يكون غير جيد والمنتج جيد. فهنا هذه الفكرة لما يتحدث على النشاطات وكيف النشاطات هي تمكن يعني من أعطاء الجودة فهذا تعريف فيجن بوم.
لا تجد حديث عن نشاطات في أي تعريف من التعريفات السابقة. واضح؟ واضح كيف أن كلمة نشاطات مرتبطة بتميز هذا التعريف. ثم آخر تعريف هو لعمل وصفي عقلي، عمل وصفي عقلي، يعني هذا التعريف لو نعطيه من الحجم أكبر تعريف، هذا بس من الحجم، لو ترى الحجم تقول مباشرة هذا تعريف عمل وصفي، عمل وصفي عقلي، ولكنه يتحدث أيضا عن أشياء أخرى لم يعني لا نجدها في يعني في التعريفات الأخرى. يعرف الجودة مثلا، عمل وصفي عقلي يعرف الجودة بأن أنها إنتاج منظمة لسلعة أو تقديم خدمة بمستوى عالي من الجودة المتميزة. أي ما ليس هناك يعني مقال ما تسمى أسئلة حسابية كمية، ليس هناك يعني أسئلة فيها حسابات ومسائل كمية. فإذا متميزة هذه موجودة فقط في هذا التعريف، يعني قادرة من خلاله على الوفاء باحتياجات ورغبات عملائه بالشكل الذي يتفق مع توقعاتهم، يتفق مع توقعاتهم، وبالتالي تحقيق الرضا والسعادة. يعني موضوع الرضا والسعادة أيضا غير موجودة في يعني في التعريفات السابقة، ويتم ذلك من خلال مقاييس موضوع سلفا لإنتاج السلعة والتقديم الخدمة وإيجاد صفة التميز فيهما. يوضح كيف يعني هذه التوقعات وتحقيق الرضا والسعادة، ويعني هذا يميز هذا التعريف. يعني إيش الفرق، ما هو الفرق بين الرضا والسعادة مثلا؟ يعني نأخذ مثلا نفس المثال اللي أخذته منذ قليل، القلم. أنا اشتريت قلم سبورة وكتبت على السبورة، لكن هذا القلم لا يكتب، هل أنا راضي أم غير راضي؟ اشتريت القلم غير راضي، واضح. الآن أنا شفت، أنا توقعت أنه يكتب، ولكن الواقع أنه لا يكتب، فإذن الواقع أقل من التوقعات. الآن حالة أخرى ثانية، أنا اشتريت القلم هذا السبورة وكتبت السبورة فهو يكتب كما أنتظر، فهل أنا راضي أم غير راضي؟ راضي، أي يعني راضي معنى وسعيد معنى آخر، راضي وسعيد ليس مع بعض. الحين شفنا أنه غير راضي لا يكتب، أتوقع شيء ما وجدته. الآن راضي، أتوقع توقعت شيء وجدته. الآن كيف أكون سعيد؟ أكون سعيد مثلا لما أجد يعني أكثر مما أتوقع، إذا وجدت أكثر مما أتوقع. يعني هو هذا القلم مثلا للكتابة، لكني أنا استعملته لشيء آخر. مثلا خرجت للشارع فهجمني حيوان مثلا، فاستعملت يعني مثلا هذا القلم لأدافع به عن نفسي. ربما مثلا لو ألقيت القلم هذا حيوان يخاف يهرب، فإذا هذا القلم أعطاني شيء لم أتوقع. أنا توقعت أنه يكتب، ربما توقعت أنه يكتب طريقة جميلة، ربما أطلع توقعت أن يكون يعني يعطيني خط، هذا كل ممكن متوقع. لكن هل تتوقع أن هل هناك شخص، هل هناك أحدكم مثلا لما اشترى قلم مثلا سبورة أو غيره اشتراه لكي يدافع عن نفسه، هل في من كان يفكر أنه يستعمل القلم للدفاع عن نفسه؟ لا، يعني إيه. فإذا إذا كان يعني المنتج يعطيك أكثر مما تتوقع، فإذا أنت تصل إلى يعني درجة السعادة، إلى درجة السعادة. واضح الفرق بين عدم الرضا والرضا والسعادة. نعم، أكثر مما يتوقع، تحدث هنا عن التوقعات. لذلك بعض يعني الشركات في بعض الأحيان تعمل أشياء إضافية في المنتج لإسعاد العميل. يعني يمكن في بعض الأحيان يعني يمكن تجد في القلم لمبة، يعني تذهب لتشتري قلم، يعني قلم تريد تشتريه بريال،
وقلم آخر مثلا فيه لمبة بثلاث ريالات، فربما أدخل هذا القلم أضعه في السيارة، ربما تتعطل السيارة أحتاج لمبة، فهو يعني في هذه الحالة يعني عوضا يأخذ منك ريال أخذ 3 ريال، فأنت دفعت ريالين لي يعني ربما لتحقيق هذه السعادة. واضح التعريفات؟ واضح التعريفات؟ نعم. إذا وقت المحاضرة انتهى، إن شاء الله يعني غدا نواصل. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. في كل أسبوع هناك 3 محاضرات، عندنا محاضرة يوم الأحد، ومحاضرة يوم الاثنين، ومحاضرة يوم الثلاثاء في نفس الوقت لمدة 4 أسابيع، 12 حصة. إن شاء الله نخصص الحصة رقم 12 للمراجعة. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إن شاء الله تكتب أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.